احتفال باليوم الرياضي الوطني في نسخته الرابعة نظمت هيئة الكهرباء والماء برعاية سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء العديد من الفعاليات الرياضية والصحية المتنوعة، وبحضور ومشاركة سعادة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم الخليفة، وبمشاركة واسعة من مسؤولي ومنتسبي الهيئة. تضمنت فعالية اليوم الرياضي عددا من الأنشطة الرياضية والمسابقات التي لاقت مشاركة واسعة من موظفي الهيئة.